التالية. حقيقة كمان يعني مش بس كده، لكن في نهاية أخبارنا عندنا عدد من الصفحات الأولى للصحافة العالمية الصادرة صباح اليوم اللي اختلفت عناوينها الرئيسية، لكن كلها أجمعت إنه لا صوت يعلو على صوت صياح ديوك الفرنسية اللي فازت في المونديال. نشوف مع بعض. بشكر زميلتي هايا سعودي اللي جمعت لنا الملف الكامل لصحف بكرة اللي كلها بتحتفل بفوز الديوك الفرنسيين طبعا على العالم كله، وانهم اصبحوا طبعا ابطال كاس العالم من 2018 بعد فوزهم على كرواتيا بالامس. الحقيقة هنختم فقرة